برشا وضعيه سانحه ل ايضا حمزه العقربي والتدخل والهفوه من سلاح بالارتكاز مشى على اليمين وهذه هجمه للنادي الافريقي على الرواق اللي صار عليه العابدي والثاني للافريقي الغدار صابر الماهر صابر خليفه يمنح الافضل. التغيير في تشكيله المدرب الجزائري خير الدين مضوي عكس الهجوم لا وجود لوضعيه تسلل. ياسين الشماخي والهدف الثالث لصالح الافريقي وبالتحديد غازي عيادي 3-0 للافريقي. إذا الأسبقية أصبحت واضحة من أبرز اللاعبين هذا الموسم في تشكيلة الأفريقي. قاسم نشوفوا أنو سليم أصبح قلب دفاع، نشوفوا عمار يصعد كقلب هجوم. الكل في الكل لزملاء عمار الجمل وما ثماش الرؤية والرابع للأفريقي ومن غيره صابر خليفة يتمكن من إضافة الهدف الرابع في 90+4. صابر خليفة يؤشر على لقب جديد للنادي الإفريقي، هو لقب رقم 13 في يوم 13، هدف رابع بأقدام الغدار صابر خليفة عبد الرحمن. صحيح ويعاود